اسمح لي أتحول إلى ضيفي من القاهرة دكتور صبحي أسيلة. دكتور صبحي، يعني انضمام مصر وإعلان مصر وتحديدا الخارجية المصرية عن انضمامها إلى جنوب إفريقيا، دولة جنوب إفريقيا، في هذه الدعوة المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ما يتعلق بالإبادة الجماعية، أهمية أن تنضم مصر إلى هذا الفريق، خاصة أن مصر بكل تأكيد بحكم الجوار لديها الكثير من الأدلة والكثير لكي تقول أمام العالم بشأن منع إسرائيل المساعدات، بشأن يعني استهداف إسرائيل لكل مقومات الحياة داخل القطاع. مساء الخير أستاذ عمرو، ولحضرتك وللسادة المشاركين ضيوفك الكرام، وأنا أشكرك على التأكيد على فكرة الدعم السياسي أو الغطاء السياسي الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت تقدمه، لأن هذا هو في الحقيقة رأي أهم من كل الدعم التي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. الولايات المتحدة تعرف جيدا أن المهمة التي تريدها إسرائيل أن تكتمل، وحين تقول الولايات المتحدة وتنكر ما يحدث على الأرض، هي تعرف أن كثير من الدول الغربية سينحاز إذا هذه الرؤية. وبعجالة سريعة سأشير فقط إلى ما حدث أيام مستشفى الشفاء، وكيف أن الولايات المتحدة انحازت للرواية الإسرائيلية، انحاز تقريبا يعني معظم دول العالم لهذه الرواية الإسرائيلية أنذاك، وكان ذلك مهما، ثم يعني يكون بعد ذلك التحقيق وليكن ما يكون أمام أي محكمة كانت. الأمر اللي حضرتك بتسألني عنه متعلق بانضمام مصر لجنوب إفريقيا، أنا أريد أولا أن أؤكد أن مصر لم تكن بعيدة عن هذه الدعوة بأي حال من الأحوال. مصر كانت موجودة ودعمت وقدمت كل الأدلة والأسانيد والمعلومات التي يمكن أن تخدم هذه الدعوة أمام محكمة العدل الدولية، وقدمت مرافعة هي الأهم ربما في هذه الدعوة التي قدمتها المستشارة ياسمين موسى. كانت هذا يعني انضمام وتواجد مصري حقيقي. الآن مصر تعلن عن ذلك التواجد والانضمام بشكل رسمي، وكما قالت وزير خارجية أو المسؤولين في جنوب إفريقيا قالوا أن ذلك سيعطي زخما جديدا، لأن مصر بثقلها سواء الإقليمي أو بحكم تواجدها في هذه المنطقة وبحكم اطلاعها على كل ما يحدث داخل هذه المنطقة وبحكم موقفها وثقلها في المنطقة العربية وحتى على المستوى الدولي، بكل تأكيد سيكون له معنى كبير. وهذا يفسره فقط، سأشير إلى خلينا أقول بين قوسين الخضة التي حدثت في الإعلام الإسرائيلي وكيف قاربوا هذه أو هذا الانضمام، لدرجة أنهم يأخذونه على أنه مؤشر حقيقي لتوتر حقيقي وفعال في العلاقات المصرية الإسرائيلية. هل هذا يفسر يعني حالة السعار التي ربما تكون قد انتابت البعض في داخل إسرائيل خلال الساعات الأخيرة دكتور؟ بكل تأكيد، وستشهد يا أستاذ عمرو من ذلك كثيرا وكثير من الادعاءات. وأنا يعني أعتقد قلت مع حضرتك على شاشتنا الموقرة شاشة القاهرة الإخبارية منذ يعني فترة طويلة أنه كلما تقدمت مصر وكلما وقفت مصر وكلما عارضت ما تكون به إسرائيل يزداد الهجوم مباشرة. توقع مع بعد كل إجراء مصر تقول فيه لا أو تصريح تقول فيه لا أو خطوة إيجابية ضد الولايات المتحدة أو ضد إسرائيل أو ضد ما تقوم به إسرائيل، ستكون هناك حملة من هذه الادعاءات وهذه الأكاذيب سواء في الإعلام الإسرائيلي أو الإعلام الدولي أو حتى في الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. هم يريدون أن يمارسوا أكبر قدر ممكن من الضغط على القاهرة حتى تبقى ولو محايدة، ومصر لم تفعل ولن تفعل ذلك بأي حال من الأحوال، وتلقت وتعاملت مع كل هذه الأكاذيب والدعاوى. الأمر الآن في مسألة التصعيد الدبلوماسي ومحاولة مصر الآن أنها تنضم أو بانضمامها لدعوة جنوب إفريقيا هي تطبق الحصار دلوقتي على إسرائيل دبلوماسيا، مستغلة طبعا الدور الكبير للدبلوماسية المصرية والدبلوماسية العربية وما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحصار الدبلوماسي والسياسي يا أستاذ عمرو على إسرائيل مهم جدا في هذه اللحظات، لأنه حقيقي أنك تكرس صورة إسرائيل الدولة المنبوذة والدولة التي ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة، ده مهم جدا في أنه يضغط على الجانب الإسرائيلي وعلى جانب بنيامين نتنياهو أمام على الأقل الرأي العام أو العقلاء في الساحة السياسية الإسرائيلية.